الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، ومع طريقة حفظ المتون العلمية إن شاء الله. وأنا أحببت أن أنشر هذا المقطع أولا قبل البدء في تسجيل يعني الأبيات الخاصة بالدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي دورة متن تحفة الأطفال، وسنتبع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد هذه الدورة بحفظ كذلك يعني متون التجويد ومتون علوم القرآن إن شاء الله جل وعلا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعني يكتب الله تبارك وتعالى لنا الأجر والقبول والثواب. طيب، إزاي أحفظ متن تحفة الأطفال أو أي متن من المتون العلمية إن شاء الله جل وعلا؟ دي طريقتي الخاصة اللي أنا بحفظ بيها بفضل الله تبارك وتعالى المتون العلمية. طيب، بقرأ البيت الأولاني بكرره 5 مرات هكذا: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، وأفضل أكرر فيه 5 مرات. طيب، في واحد ما بيحفظش بعد 5 مرات، ممكن يكرر 10 مرات أو 15 مرة، فهذا يكون أفضل في حقي إن شاء الله جل وعلا. وبعدين بعد ما بكرر البيت الأولاني 5 مرات، بجيب الشطر الثاني من البيت الأول: دوما سليمان هو الجمزور الحمد الحمد لله مصليا على، وافضل برضو اكرره 5 مرات. وبعدين انتقل للبيت الثاني او الشطر الثاني من البيت الثاني: محمد واله ومن تلا، وابدا من هنا: الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تلا، الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تلا، وافضل اكرر كده مع التغني، فده يعني بيشرح الصدر ويخليك تتشجع انك انت تكرر ان شاء الله. يبقى نفس الكلام. وبعدين انتقل للبيت الثالث او الشطر الاول من البيت الثالث، وابدأ من هنا: محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد، محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد، وكرر برضو 5 مرات لعند ما انتهي من الـ5 ابيات المكررة علي في حفظ اليوم ان شاء الله جل وعلا. بعد ما بخلص بعمل ايه؟ بجيب مجموع الابيات كلها وكررها كده لا يقل عن 15 مرة، وبعدين أغمض عيني أوقفل الكتاب، وبعدين أسمع لنفسي 15 مرة. في الحالة دي بينتقل الحفظ بتاعي من المدى القريب للمدى البعيد إن شاء الله جل وعلا. وخلي بالك، كل ما أنت بتكرر كل ما الحفظ بتاعك بيكون أقوى وأمتن إن شاء الله جل وعلا. طيب، هي دي الطريقة اللي هنحفظ بها إن شاء الله، وهي الطريقة اللي أنا هسجل بها الأبيات. طبعا الدورة دي عبارة عن حفظ فقط للألفاظ بدون شرح، وهناك يعني هناك دورات كنا عملناها كتير في شرح هذا المتن، ممكن نستعين بها عشان نفهم الأبيات إن شاء الله جل وعلا، لكن دي الدورة مختصرة في حفظ المتون فقط لا غير إن شاء الله جل وعلا. هبدأ أنشر إن شاء الله المقاطع كل يوم مقطع، وسجل فيه الـ5 أبيات بنفس هذه الطريقة الخاصة بي إن شاء الله، الطريقة المثلى في حفظ المتون العلمية إن شاء الله جل وعلا. وطبعا الطلاب المشتركين معانا كل واحد هيسجل لايك ويكتب الحمد لله تم الحفظ، وحبذا لهو سمع الأبيات من حفظه تحت مقطع الفيديو إن شاء الله، يسمع الأبيات من حفظه تحت مقطع المنشور يومي. وبعد ما بنخلص الدورة دي إن شاء الله بيتم يعني نشر اختبار لمدة 24 ساعة، يعني لو نشرناه اليوم مثلا الساعة 6 صباحا هيفضل لليوم اللي بعده لحد ايه لعند 6 صباحا في اختبار في المد، وبنشوف المتفوقين واللي هينجحوا في الاختبار، ويتم تصميم اجازات في هذا المتن بالسند الى المؤلف رحمه الله. هذا، والحمد لله رب العالمين.